لو الحكاية فيها إن فيجو اسمع علي محمد علي رضوان. أنا قمت بيوم 16/1 وقدرت أنت بشكوى للرقابة الإدارية بوجود إهدار مال عام وتعدد مناصب. إهدار مال عام؟ إهدار مال عام بمعنى الكلمة بجامعة أسيوط. بجامعة أسيوط بالقرية الأولمبية برعاية الشباب. بالقرية الأولمبية برعاية الشباب. ورعاية الشباب المركزية. ده اللي معني فيها الدكتور طارق عبد العزيز. كان عميد سابق كلية التربية الرياضية. وبيشتغل وقدرت أنت منسق عام اتحادات طلابية بجامعة أسيوط. وبيشتغل مشرف عام القرية الأولمبية. وبيشتغل فوق كل ده ما كفاهوش الثلاث مناصب الموجودين في جامعة أسيوط. بيشتغل وقدرت أنت مشرف عام أكاديمية النادي الأهلي اللي بيشتغل اللي مستأجرة لإستاد جامعة أسيوط. يعني مستأجر ومؤجر في نفس الوقت. يعني كان مضمون الشكوى ده مضمون الشكوى. تمام. في حد تاني مشتكى؟ في واحد تاني فعلا اسمه محمد عبد الحميد. محمد عبد الحميد ده بيشتغل مدير إدارة النشاط الرياضي برعاية الشباب المركزية. وبيشتغل مدير الشؤون الإدارية بالقرية الأولمبية. وبيشتغل مسؤول المنشآت الرياضية بالقرية الأولمبية. واحد مدير نشاط رياضي بيشتغل منصبين جنب منصبه. وده غلط، ده مخالف للقانون. مخالف للقانون وفي نفس الوقت بياخد مكافآت وحوافز وإضافات فوق عن حقه. ده الدليل على إنه مفيش كفاءات موجودة في رعاية الشباب، مع العلم موجود فيه أكتر من 50 واحد على نفس درجته وكفاءة. مفيش غيره هو الكفاءة اللي موجودة عشان خاطر يمسك المناصب دي كلها. يبقى حضرتك كانت الشكوى مقدمة من النيابة للرقابة الإدارية. الرقابة الإدارية بشخصين. بالقرية. أنا عطيتهم مثال. تمام. كمثال لأنه في كتير. في كتير. تمام. في كتير. تمام. أنا عطيت دول مثال على دمة اللي دولت وقدرت أنت هم الظاهرين جدا قدامي. تمام. غير كده في ناس ثانية. في ناس ثانية. طبعا شو طبيعي وقدرت أنت المفروض التفتيش المالي والإدارة وقدرت أنت المفروض يعرف الحاجات دي. لكن للأسف الشديد سكت اللي الله أعلم. فيجو